مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. أجواء حارة في معظم مناطق المملكة. والأحوال الجوية المتوقعة ليوم غد الأحد، أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، المناطق الشمالية الغربية العظمى المتوقع 40 والصغرى 21، حارة نهارا لكنها معتدلة ليلا. المناطق الغربية أجواء حارة، هنا غبار خفيف أيضا أحيانا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، العظمى المتوقع 43، أيضا أثناء الليل الأجواء حارة نسبيا والصغرى 30 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية 30 إلى 16، أما منطقة الرياض والوسطى أجواء حارة نهارا حارة نسبيا ليلا، العظمى المتوقعة 38 والصغرى 26. المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة نهارا معتدلة ليلا، العظمى المتوقعة 38 والصغرى 23. المنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة نهارا ومعتدلة إلى حارة نسبيا ليلا، العظمى المتوقعة 35 والصغرى 24 درجة مئوية. يوم الاثنين انخفاض على درجات الحرارة في المناطق الشمالية تقريبا، خاصة الشمالية الغربية، العظمى المتوقعة 37 والصغرى 23، لكن الأجواء تبقى حارة نسبيا إلى حارة. وأيضا المنطقة الغربية تتعرض لرياح نشطة تقريبا مع أجواء حارة، العظمى المتوقعة 39 والصغرى 25. المناطق الجنوبية الغربية أجواء مشمسة والعظمى المتوقعة 30 والصغرى 17. منطقة الرياض أجواء حارة بشكل عام، العظمى المتوقعة 41 والصغرى 29. المناطق الشمالية الشرقية حارة نسبيا نهارا لطيفة ليلا 33 إلى 21. والمنطقة الشرقية أجواء حارة 39 إلى 29 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا أجواء حارة، استمرار الأجواء الحارة مع هناك غبار وأتربة مثارة في المناطق الشمالية وأيضا المناطق الوسطى. الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 37 والصغرى 23. المنطقة الوسطى 36 إلى 27 أجواء حارة نسبيا إلى حارة. والمناطق الجنوبية الغربية 30 إلى 17. المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أجواء مغبرة وحارة والعظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية. المناطق الشمالية الشرقية 35 إلى 24، وأيضا الدمام والمنطقة الشرقية أجواء مغبرة والعظمى المتوقعة 37 والصغرى 29 درجة مئوية. يوم الأربعاء أيضا أجواء حارة بشكل عام في معظم مناطق المملكة، المناطق الشمالية الغربية 38-22، المناطق الغربية 36-27، المناطق الجنوبية الغربية 31-17، ومنطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة 41-29، المناطق الشمالية الشرقية 38-24، ومنطقة الدمام أجواء حارة 39 إلى 29 درجة مئوية. ويوم الخميس كذلك استمرار الأجواء الحارة بامتياز، المناطق الشمالية الغربية 37-22، المناطق الغربية 36 إلى 23، والمناطق الجنوبية 31 إلى 19، الرياض والمنطقة الوسطى 43 إلى 31، والمنطقة الشمالية الشرقية 38 إلى 24، ومنطقة الدمام أجواء حارة 41 إلى 29 درجة مئوية. والجمعة القادم بإذن الله أيضا أجواء حارة خاصة في المناطق الوسطى والشرقية والمناطق الغربية وبعض المناطق الجنوبية، لكن في المناطق الشمالية الغربية 35 إلى 23، المناطق الغربية 36-27، المناطق الجنوبية الغربية
32 إلى 19، منطقة الرياض والمناطق الوسطى أجواء حارة 45-30، والمنطقة الشمالية الشرقية 35 إلى 23 درجة مئوية، والدمام أجواء حارة و44 إلى 31 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع السلامة، ولكم أجمل تحية من طقس العرب.